أيها الحبر الكريم مرة ثالثة في هذا المساء أحييكم، وهذه إحدى منافسات سن الإبداع الأبكار مع الستة كيلومترات نيسان بترول ستيشن في جائزة المركز الأول. شوطنا الثالث عشر ينطلق، وأول المنطلقات وهي الظبي. الظبي بالمركز الأول، الملكية تعود لعبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري. هنا ينطلق مع مقدمة الشوط في أرض الميدان وميدان التحدي، وهو شقيق الإعلامي الكبير محمد بن بريك. يا سلام، في أول الأسماء، في أول المنطلقات. المركز الثاني، وصلت جماهير على المركز الثاني لسالم بن مطر بن حادة الاكتبي. يا سلام، البرنس وصل، برنس النواميس قادم هنا على أرضية الميدان، وصل مع شعاره الكبير. ملاقط وصلت على المركز الثاني، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت اللي وصلت على المركز الثاني. يا هي اسماء. وفي المركز الرابع وصلت تشريف لمحمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي اللي على المركز الرابع، وناخذ المركز الخامس. هذه فرحة وإحدى أفراحنا في هذا المساء، وجود شعارك يا بن قطفة. يا سلام، محمد بن راشد بن علي بن قطفة المنطلق على المركز الخامس. هذه النتيجة يا مشاهدين الأعزاء. ونعود إلى أهالي الشحانية المنطلقين، إلى أهالي الشحانية المتنافسين مع ملاقط والظبي. الظبي ملكيتها تعود لعبيد بن بريك بن محمد المري في مقدمة الشوط. يا سلام، في مقدمة الشوط. الله، لكن البرنس قادم مع ملاقط لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المنطلق المندفع العاني المشارك. يا سلام، في أرضية الميدان اللي هو بمركز ثالث بن حادة قادم، قادم بن حادة مع الجماهير وجماهيرك يتابعونك. يا سلام، سالم بن مطر بن حادة الاكتبي المنطلق على المركز. وديروا بالكم، ديروا بالكم من جماهير، ديروا بالكم، وترشيح ينصب على جماهير. يا سلام، المركز الرابع تشريف في هذا المحفل المشرف. يا سلام، محمد بن علي بن محمد بن عبد الهادي. يا سلام، المري اللي واصل على المركز الرابع، ناخذ المركز الخامس. وهذه فرحة، فرحة تعود ملكيتها لمحمد بن راشد بن قطفة المنطلق ومندفع على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام في هذا الميدان، وهذه الفرحة الخليجية التي تعم على وجوه الجميع. يا سلام، يا سلام، في مشاركة أخوية في مهرجان، مهرجان الأمير الوالد، مهرجان الكبير، المهرجان الغالي من أقوى المهرجانات، جوائزها قيمة وثمينة وفخمة وغالية هنا في أرضية الميدان. الله، الله يا الظبي، الله يا الظبي، ظبي الفلا رمز العطاء، كلها غلا. يا سلام، وشعاره الغالي. يا سلام، عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري مندفع هنا من أرضية ميدان الشحانية قادم. يا سلام، يمثل أهالي الشحانية بن بريك، يمثلهم خير تمثيل. يا سلام، المركز الثاني. هذه ملاقط، ملاقط اللي قادمة، وهذا مسمى على أحد ميادين مدينة العين هناك. يا سلام، جار الله بن محمد بن طالب عقيل النابت اللي قادم من ميدان الشحانية، سهم شحاني أصيل يشارك هنا. المركز الثالث، جماهير وصلت في المركز الثالث، رسالة بن مطر بن حادة الاكتبي وصل في المركز الثالث وقادم من مدينة دبي أو من مدينة العين هناك للمشاركة القوية هنا. وديروا بالكم من جماهير اللي واصلة، وجماهير يتابعونها، جماهيرها من شتى الميادين. يا سلام، يا سلام، قادمة تمثل ميدان الشابة هنا في أرضية الميدان. المركز الرابع، يا سلام، يا سلام، يا سلام، أهالي جميرة قادمين، وهنا الشاهرية سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي اللي قادم على المركز الرابع. يا سلام، شعار الرمز
شعار الرمز، شعار الشداد في مساء هذا اليوم، الشداد القعدال المفتوح. يا سلام يا سلام، هنا في هذا المساء تنومس السويدي في مساء هذا اليوم في ميدان الشحانية مع الشوط الرئيسي المركز الخامس. هذه تشريف تشريف تشريف، وأداءها مشرف وشعارها مشرف ومهرجان مشرف بوجود هذه الأزمار. يا سلام، محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي المري. انتهت النتيجة وانتهى النداء وانتهى التعليم مع الخمسة مراتب، ولكنها الظبي أقرب إلى السيارة يا بن مريد، أقرب إلى السيارة يا بن مريد. أتمنى أن تواصل كما هي، أتمنى أن تندفع ويحظى بالسيارة بن مريد في مساء هذا اليوم، وأتمنى للكل طبعا لا شك، للكل لا شك نتمنى التوفيق. يا سلام، 1500 متر والظبي مسيطرة، الظبي مسيطرة، الظبي هي الأقوى، الظبي هي الأقرب إلى الفوز. عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري مسيطر على الموقف. يا سلام، ولكن بن حادة بن حادة بن حادة اللي منطلق، سالم بن مطر بن حادة الكتبي. يا هي أسماء قادمة يا بن بريك، يا هي أسماء قادمة، يا هي شعارات، يا هي شعارات. الله، الشاهنية لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز الثاني الصبر رشيد بن حمد بن جبريل. الفوز يبيل الصبر، يبيل الجلد. يا الله، المركز الرابع هذه ملاكظ جلال الله بن محمد النابت المري، وفي المركز الخامس واعتبروه آخر نداء الدرعية لحمد بن بياس بن حمد. الرميت شعار راعي شاهين، أعود إلى مقدمة الشوط، وهنا الموقف الخطير، الظبي والشاهينية، الشحانية وجميرة، السويدي وبن بريك في معركة كبيرة. السيارة، السيارة وين؟ السيارة وين؟ شعار الشداد، شعار الشداد، شعار الرمز في مساء هذا اليوم. إلى جميرة، إلى جميرة، نقطة ثانية، نقطة ثانية مع بن رشيد. أشكرك يا بن رشيد، أشكرك يا بن رشيد. أحمد بن خليفة أو سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من هنا في هذا المساء، في هذا المساء، في هذا المساء. وبنقول سلام يا جميرة، سلام، سلام يا دبي، سلام، سلام يا الإمارات، سلام، سلام يا السويدي، سلام، سلام يا بن رشيد، سلام. وهذه بنت الشاهينية اللي فازت بهذا الشوط لتلحق براعي الشداد في مساء هذا اليوم بنقطتين معها لجميرة، مع سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، ويقول بأنه موجود في هذا الموسم، في هذا الموسم. هنا ينطلق بن رشيد، سلام يا جميرة، سلام، وسلام يا الشاهينية، سلام. هذه لحظات الفوز. المركز الثاني، وصلت المركز الثاني الشاهينية، وصلت عبير لمبارك بن علي بن عزيز بن مكتوم الشريف. المركز الثالث الظبي لعبيد بن بريك محمد المري. المركز الرابع وصلت الوان لسالم بن سيف بن راشد بن سويلم. وفي المركز الخامس وصلت بدايع لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. هذه لحظات الفوز، لحظات الناموس، لحظات الفرحة والتتويج على أرضية الميدان، بينما المركز الأول. وتهانينا لكل الفائزين، تهانينا لمالك الشاهنية سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز الشاهنية بهذا الشوط، وشوط ما يسبق شوط الختام. التوقيت الزمني 9 دقائق 15 ثانية 84 جزءا من الثانية، وتوقيت الشاهنية. بينما المركز الثاني وصلت للمركز الثاني، وصلت للمركز الثاني عبير لمبارك بن عزيز الشريفي، 9 دقائق 21 ثانية 51 جزء من الثانية. المركز الثالث، وصلت للمركز الثالث الظبي، وتهانينا لك يا بن بريك. عبيد بن بريك محمد بن بريك المري، 9 دقائق 23 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لكل الفائزين.